موقع أنا السلفي. إن قضية التربية هذه قضية تخصص، مش أي واحد بيقعد مع شوية أولاد في المسجد ده اسمه مربي، لا ده يعني أكتر حاجة هنقولها معلم، لكن مربي دي لا. يجب أن احنا ننتبه للألفاظ حتى لا تكون هذه الألفاظ قليلة القيمة. لما كل واحد قاعد مع مثلا بعض الأولاد أو بعض الشباب يعلمهم يحفظهم بيدرس لهم نقول عليه مربي، لا احنا كده بنفقد الكلمة معناها ومدلولها، لأن هذا الذي تقول عليه مربي لا يستطيع أن يسبر غور أحد، ولا يستطيع أن يكتشف طاقات، ولا يستطيع أن يوجه هذه المواهب، لا يستطيع ذلك. وعمل التربية عمل تخصصي، يعني له دراسات وله تجربة وله خبرة، لابد أن الإنسان يكون له يد طولة في هذا الباب، مش مجرد أن أنت قريت كلمتين أو أنك أنت قعدت عدتين يبقى أنت بقيت مربي، لا أخرك نقول عليك معلم، وليس هذا قليل. إن الله وملائكته لا يصلون على معلم الناس الخير، حتى الحيتان في قعر البحر لا تصلي على معلم الناس الخير، يعني حتى الحيتان اللي في البحر، السمك اللي في البحر ده بيدعو لمن يعلم الناس الخير. فلما نقول ان عملية التربية دي عملية تحتاج الى تخصص، هذا امر طبعا مهم جدا. وتلحظ ذلك في قصة خباب بن الأرط لو انتم تذكرون، ام انمار لما اشترت خباب من السوق وكانت تشتريه لعلة، كانت تريد ان تشتري عبد يخدمها وتستفيد من كسب يده، تستفيد من كسب يده، يعني ذو شقين، عايزة يخدمها وعايزة فلوس، من وراه كمان عايزة فلوس، طماعة عايزة فلوس، عقلية استثمارية. طيب المهم ان هي عملت ايه؟ بعد ما خدته ومشيت بيه، اول ما وصلت مكة دفعته الى قين من قيون مكة ليعلمه الصنعة، ليعلمه الصنعة. هذه الفقرة يستنبط منها التخصص، هي كانت عايزة يطلع عنده صنعة قوية يستطيع أن يأتي بالمال الغزير، فشافت إيه أحسن صنعة في البلد، إيه الصنعة اللي مش ممكن تقف في البلد، لقيت صنعة إيه؟ السيوف، سياف، قين من قيوم مكة، عن سياف من صانعي السيوف في مكة. زي بالضبط ما تيجي أنت تفتح محل في مصر هنا، تفتح محل إيه؟ شيء طبيعي، قول فول، اسمه فول الأول، اسمه فول وطعمية، ده أول ما تيجي أعمل إيه؟ محل فول وطعمية خلاص. أو لو أنت في القاهرة تفتح محل كشري، شفتوا بقى أنت حافظين إزاي؟ إذن أف مكة، في مكة يبقى المحل اللي هنفتحه محل إيه؟ سيوف، لأن الدنيا كلها دنيا السيوف، مش بقى دنيا الموبايلات والهزار، لا الهزار هناك بالسيوف. إذن هي دي التجارة الرابحة. فهي دفعته إلى قين من قيوم مكة، قين من قيوم مكة يعني متخصص في صنعة السيوف، يعني مش أي صنايعي، مش أي صنايعي، مش أي حداد، لا دي ودته لمتخصص في صناعة السيوف. طيب إذا كان هي بتوديه متخصص لصناعة السيوف، إحنا النهاردة بنحب الربي، نودي المتخصص في صناعة إيه؟ السيوف برضو؟ ولا متخصص في صناعة العقول؟ لابد ان احنا نحصل التوجيه، يبقى احنا محتاجين لمتخصص في هذا الباب، في هذا المجال، حتى يستطيع ان يسبر غول اصحابه ويستخرج الطاقات الكامنة من داخل هذه النفوس.